مساء النور الصبح وصلت على الرسول وتمسوا نتوما عرايس وتمسوا نتوما فارس وتمسوا ونتمسوا حنا حجاج. كيف كنتي ولاباس؟ كيبقاو لمعيمات الحبيبات؟ كاين شي شتاوي، كاين شي بروده، كاين الله يرحمكم برحمته. سقيا خير بحول الله. حنا اغرقنا بالشتاوي وغملنا بالغيامات، ولكن الحمد ونشكره. كيبقاو لمعيمات الحبيبات، نتمنى الله يكون كل شيء على خير في صحه جيده، ومهنيين ومرتاحين ومفرحانين، وشي صينيه ديال الاتاي مولاتي مشحره بالحبق الصوفي، ومولاتي اللي قامه وطريقه ديال الشيبه مولاتي، الله الله الله، وشي طبصيل مولاي، شي غطار ديال غريبه هاد الكوك، وحنا مجموعين دافين. الغريب الله يرد لوطانو، والمريض الله يشافيه. واجي يا الحبيبه عليا، اجي نقول لك دخلت عليك بالله. كيف تجيك حالتك؟ شنو هو الشعور ديالك؟ ويلا كنتي دابا دايراها الله الا ما تنوض، دير ديك جوج خلفات وسير قبالة المرايه وشوف حالتك. واش السيده جالسه بلا بواحد الحاله مزيره عليها ديال الحوايج النعاس، ودايره ديك الشده ديال واحد القرن ديك الزكروم، دايره هكداك، ودايره واحد الحاله، واحد السحنه، وجالسه في وسط الاولاد وليداتها، وجالسه حدا الراجل وفرحانه، عجبك الحال؟ واش تظن ديك الراجل فرحان بيك؟ عجبه؟ واش تظن تتبهدل بشي لاخر؟ واش تظن بانك مصوبه شي انجاز؟ تتبهدلي براسك، تدلي براسك، تتنزلي كرامتك، يعني شخصيتك تتجفف بها بحال الجفاف. انا ما عندي غرض، وانا راجلي قابل عليا، وانا هاد الهضره كلها غير بلا 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 بلا، كذب عليك الكاذب. لحنا مثلا عندك راجل مكرفس ما تتكونيش راضيه به، ونفس الشيء راجل ما تيرضاش بالمراه تبقى مكرفسه، هي تيجاملك، وكنتي كشي اللي ما كانش تيبغيك. خليه يقول هاد الحاله هكذا جالسه، غادي باش تنطحني بحال واحد القرن، يخرج يشوف البنات هكذا تيديروا هكذا، اللي داز تعميه بالعطورات والشعورات مصوبه والتاويل، وانت منين دخلت بحال عمتي الاولى دايره ديك الشده وجالسه وفرحانه. اش من فوقاش مش تهلا في راسك؟ يقول لي فوقاش تهلا في راسك؟ حتى تكبر وتمرض وجلس في ركنة، حتى الولاد يتزوجوا ويمشيو بحالاتهم، يكون دازك الوقت عندك الساعه تقول يا ليتاني ما قدواتيني حتى شي حاجه. شنو هو السبب اللي تيخليك تتهملي راسك وتجلسي؟ واغلبيه دابا تنشوفوها ونعاودو وبدعي اللي فيهم، يعني نسحبكم مصوبين شي انجاز. دابا هذا هو اللي تيفقصني، تيسحبهم راهم داروا شي انجاز، ومبينين اللي راسهم ديك الشهر وديك الحاله في التيك توك وفي الانستغرام، وهما ولات ديال الحبيبه ديالنا المراه المغربيه. خصنا تعرف بالتاويل ديالها، خصنا تعرف بالشدات ديالها، خصنا تعرف الاناقات ديالها، خصنا بحال النهار اللي قلت لكم بديل بيجاما، ما نلبسوش البيجاما، نديرو قميص ونديرو التخمال. واحد الواحد في المية كل اللي نازل معفين ما عرفش التاويل، انتي منين جيتي وما بقى حد تيديرها، ديك الشيء كله اللي تتقولوه. المرأة الكسولة، المرأة اللي ما عندها غرض، المرأة اللي نفسها ميتة، هي اللي تتجلس مبهدلة، وهي اللي تتبقى مكرفسة، وهي اللي حتى تيدوزها الوقت عاد تتبقى تقول يا ليتاني، وتبكي وتخنن وتدنن. او ملي تيطلقها راجل عاد اشنو تدير؟ عاد تتمشي عند كفورة تبقى تلبس وتول ويش لمن. تهلا في راسك هو الاول، وديها في راسك هو الاول، ومنين تحب شوف. علاش خرجنا المرايا؟ باش تنشوفو فيها حالتنا، باش نشوفو فيها واش مقدين. ما قلنا لك شي حنا بدعوا وخرج للزناقي، قلنا لك هي تهلا في راسك، وعطي واحد الصوره لراسك، راسك شوف راسك، راه ملي تنكونوا لابسين مقادين متولين روحتنا مزيونه، الهرمونات السعاده تطلع راسها، تنكونوا فرحانين مع عند الله. اما باش تجلس لي بديك ولي بديك بديك التخميله وديك الحاله وديك الشده يزكرهم فوق راسك، وديك الحوايج مزيرين عليك مطبعين، وانت هنا جالسه وانت هنا عاجبك الحال، انا هكذا دايره، انا او شنو صبتوا واحد الجمله تتخرجكم
حاشا حاشا ولا يتمثل تكون بنت الشعب، حيت بنت الشعب هذه الجملة هذه صبتوها بحال اللي ما عرف شنو صبتوها تخرجكم. انا تعلمت الصنعة، تعلمت الطقس مع بنات الشعب، مع الاحياء، البنات الاحياء الشعبية، تحياتي ليهم والتقدير. فينك يا تاويل تيخرجوا؟ فينك يا سماق؟ هز عين وحط عين، الهضره تتهضر بالميزان، الهضره ما تعاير ما والو هي بالمعنى. وليتو تتقبطوا لي فين ما كان شي تكرفيصه، فين ما كان شي حاله، فين ما كان شي زفريه، وفين ما كان شي ما عرفتي شنو نقول. تتردوها لي البنت المغربيه بنت الشعب. ما قداش تول راسك، ما قداش تهلا في راسك، شوف شنو هو الخلل اللي عندك لداخل، شوف مناش تتعاني لداخل، عندك شي حاجة عندك ماشي هي هذيك. جلس مع راسك، قل اجي يا راسي، علاش انا مكرفصة؟ علاش انا تندير ديك الشدة هكداك وديك الحوايج ديال النعاس وانا جالسة في وسط راجل في وسط الولاد؟ اشنو هو السبب؟ شوف الدنيا قصيرة والحياة قصيرة، وكما تنقولوا نعاود ونرددوا فمي بس. الولاد دغيا تيكبروا وتيقراو تيمشيو بحالاتهم، الراجل بحالو بحال الزمان ما تنطقوش فيه نهائيا، لان هكذاك خلقو الله. هتقولوا لي هذاك الشيء اللي خلقو الله؟ الراجل عطاه الله درجه على العيالات، طقتي او نزلتي طبعا يشوفك هكذاك مبهدل حالتك. هي سكت الله، انا ملي تنشوفهم هكذاك والله القسم الا تنقفز، تنقول حسن عوان هاد الرجال ديالهم اللي قابلين عليهم وجالسين بديك الحاله. حاجه وحده، اشنو مش تخسر؟ قادد 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 قادد، ما تنقولوش نشرو الحاجه الغاليه، ما تنقولوش شي حاجه ضد الماركات، راه للتاويل تاويل ثم التاويل. وتنقضوا راسنا اوه، ما صبت ما نقول، ما صبت ما نقول. نخلي لكم واحد التصاور، وردوا عليا الخبر اشنو هو الشعور ديالكم. واش باش تتحسوا وانتم جالسين ديك التبهديله وبديك الحاله؟ لا تقولوا لي شي الفقر، عمار الفقر وهذا ما كان هو السبب في ديك الشده اللي تديرو في ديك الجزيره في ديك الحاله. هنا عندنا، هنا عندك، وسير شوف راسك شنو فيه. تحتكم مبروكه، نهاركم مبروك. اللي عندها امي متحبي تتهلا فيها، واللي ما عندهاش الا رحمه وحم بنت ام سيدنا محمد. تنحبكم لله. والمرأة المغربية والبنت المغربية عمرها ما كانت مبهدلة، عمرها ما كانت بديك الشوهة في راسها، عمرها ما كانت تخرج بالبيجامة، عمرها ما كانت تخرج بالبنطوفة، عمرها ما ولات تتشد راسها بديك الزيف ديال الخوق ديال البيبي. تحياتي، الله يرحم مواتنا وجداواتنا واللي باقي من الجيل القديم، الله يعزو.